حتى الأداء لم يرقى إلى المستوى التقني والفني الكبير. أقول وراء اللاعب طارق أستاذ جمريرة في العمق الدفاع سديدو هدف رائع هدف جميل تتفاعل مع الجماهير من سماء الماء في الزاوية 90 أعطيني الإعادة زميلي المحمدي هدف تتفاعل مع الجماهير بشكل رهيب واحد من الأهداف الرائعة ما عندك ما تدير الحسين كما كنا نعاين سلفا وسابقا في مباريات اتحاد طنجة رضوان المرابط عميد فريق اتحاد طنجة ومن ينفذ ضربة التماس موكوكو ماذا كنت ستفعل يا موكوكو كان طريقة جميلة ولكن لم يساعده الحظ التنفيذ هو من ينفذ الكرة الثابتة تمريرة وزاوية لنعمان أعراب زاوية لفريق اتحاد طنجة الحكم يهدئ من روعة المدافع والمهاجم واللاعبين في دائما طريق أستاتيك صاحب الاختصاص من خلال الكرة الثابتة ارتقاء جيد ولكن كان خطأ ضد أحد موكوكو الكونغولي السريع يراوغ يكثر من المراوغة تمريرة اتجاه اللاعب القعداوي واحدة من الكرات التي تفاعلت مع أو يتفاعل مع الجمهور كانت تسديدة فرحة كرة لصالح فريق اتحاد طنجة موكوكو 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 وتدخل المدافع الشيخي في المكان المناسب عن اللقاء لكن اللاعب موهوب عنده إمكانات تمريرة هاشمي يوسف يوسف يمرر تسديدة ديال اللاعب محسن الناصري علت مرمى الحارس هشام المجهد أنور جيد موكوكو يمرر ومن هيثم عينة الهاشمي تحول إلى الجهة الأخرى تمرر بسهولة في يد الحارس سيناريو متتقل عدا بعد المحاولات وحدة من هذه تدخل الحسين الشادلي في المكان المناسب اللاعب طارق أستاتي وراء كل الكرات الثابتة طارق أستاتي والهدف الثاني المهم هم ثلاث نقاط المهم هو الفوز الأول لفريق اتحاد طنجة بعد هزيمتين وتعادلين ومع من مع الإطار الوطني الجديد هشام الدميعي وفرحة هذه الجماهير على قلتها